ابو سامي، ابو سامي مبسوط كثير. ما هيك تعال تعال شوف. والله مبسوط. خير خير. شوف، طب هذا مش اللي اعطاك كليته. والله لك ايه، والله يا الهي ربحان الجائزة الكبرى باليانصين. اي والله هو عم فكر افتح شركة كبيرة، وعم فكر شغل ناس كتير يعني، أولاد حاتي ورفقاتي وهيك، وتشتري بيت أو تشتري سيارة، وبدي كتير شغلات يعني. أنا الحقيقة ناقصني كتير شغلات كان، فإذا بدي ضل عدلك من هلا بكرة ما بخلص. أعزائي المشاهدين، حبيبي خليكم عم تحلموا حلقتنا الجمعة قلبهم طيب لهم ومستورين وعلى قد حالهم، الله بعت لهم قد ما بيستحقوا. معك معناته صارت أمورهم بالدوج، مليونين منا والجائزة الكبرى، يعني أمورهم فوق الريح. والله بيستاهلوا، بدي دق لأمو هنية. هي مو غلط، وأعطيني إياه إذا كان بالبيت لحتى أتشكره، لأنه عيب طلعنا من البلد وأنا ما كنت قدران أتحرك. ألو ألو، مرحبا، أم جابر موجودة؟ ايه موجودة. مين إلا؟ أنا انتصار، أم سامي. انتصار؟ وليه؟ إلك عيب تتصلي؟ ولك مو عيب عليكي وعلى شرفك تعملي فينا هالعملة؟ أم جابر عم تحكي معي؟ ايه أم جابر. ولك يا عب الشوم عليكي وعلى أصلك وعلى فصلك، فوتناكي على بيتنا وقلت لك أنت صرتي وحدة منا وفينا، وجوزك مثل ابني، بس كل يا جابر خطية برقبتكم، دموع برقبتكم، مصاري برقبتكم، وبجاهي اللي رفع السماوات والأرض ما تتهنوا بمصارينا وتحطوها على صحتكم. من جابر الله يوفقك، طولي بالك وفهميني، لك ليش هيك عم تتهجمي علي؟ ما بتعرفي ليش يا عديمة الضمير؟ أم جابر الله يخليكي فهميني، شبكي شو صاير معك؟ جابر صار له شي بعد العملية؟ ولك كلياتنا صرنا شي بسببكم، كلياتنا. لك بتعرفوا انتو شو؟ انتو مالكم بشر، لك تفي، لك انتو تماسيح، تماسيح وإلهي بدي أقبلكم واحد واحد. غدي وليه؟ غدي غدي. ألو 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 ألو. عجبك هيك يا ست انتصار؟ لك مو عيب عليكم اللي ساويتو؟ لك مشان الله نهلا فهميني، شو اللي صاير؟ وعم تعملي حالك ما عندك خبر شو صاير؟ لك أقسم بالله ما عندي خبر بشي. يعني هلا بدك تفهميني ما عندك خبر بشي؟ لك شو بدي لك؟ والله العظيم ما عندي خبر. المصاري اللي حطيتوهم بحسابه لجابر، هدول مو من حقه؟ لك مو حق جسمه اللي عطى جوزك شقفة منه؟ أكيد أكيد. لكن ليش سرقتوهم؟ سرقناه. والله العظيم ما عندي خبر بشي، فهميني شو القصة؟ جابر راح البنك وما لقى بحسابه ولا ليرة. لك شو ها؟ شو عم تحكي انتي؟ شو؟ بلاقيكي تفاجأتي. نهلا الله يوفقك، هدي شوي وفهميني القصة. فهمك؟ ماشي يا ست انتصار رح فهمك. المصاري مسحوبين بالوكالة اللي خليته أخي يوقع عليها. شو؟ مثل ما سمعتي، وحاجة بقى تعملي لي حالك كأنك مو دريانة بشي. لك يا بنت الحلال أقسم لك بالله ما عندي خبر بشي، أعطيني أمك أعطيني أمك. إيه لا ما حذرتي، وما عاد بدنا ياكي ولا عاد بدنا مصاريكي. يا نهلا مشان الله أعطيني أمك أعطيني أمك مشان الله. أمي بدها تحكي معي. خليها تنقلع، ما بدي أسمع صوتها، خليها تنقلع. سمعتي يا ست انتصار؟ ما بدها تحكي معي، ولو سمحتي لهون لعد تتصلي. يا نهلا يا نهلا والله العظيم ما معي خبر باللي عم بتقولي. يعني طيب معقول انا اكون عاملين هالعمله هاي واتصل فيكم وبارك لكم؟ والله ما بعرف، بس بالفعل اللي استحوا ماتوا تتهنوا بالمصاري، والله لا يشبعكم. لك شو في؟ شو صاير؟ المصاري اللي حطيناهم باسم جابر بالبنك. شو بهون؟ مسحوبين من البنك. مسحوبين؟ مثل ما عمل لك، في شي صاير ما نعلم فيه. لك الجماعة فكرونا انه سارقينهم. أعوذ بالله يا لطيف. معقول يكون سامي عامل هالعمل؟ الله يستفل فيها يا رب. هلا عم تتصل بكل هنجرة، شوفوا الحقيرة. يخرب بيتها. الله يسلمك. سلمت لي بدني والله، سلمت لي بدني، سلمت لي. تقبريني، طولي بالك يا أمي، طولي بالك. كانت كلية جابر. الله يوفق. إيه نهلا؟ جابر وينك أنت؟ هلا شو بدك وين أنا؟ شو في؟ اتصلت انتصار، أم سامي. ألو جابر أنت معي؟ شو بدها الكلبة؟ قال بدها تسلم على أمي،
والله وكيلك عملت حالها ما عندها خبر بالموضوع. الرقم طلع على الموبايل، عرفتي من وين عم تحكي؟ ايه بيان، رقم خارجي بس ما بعرف من وين جاي. خدني على البيت الله يخليك. روح على اليمين هلا. سرايين يا حرمية يا أولاد الكلب، سرايين. استعجل الله يخليك يا أولادي الكلب. دي فعلا ما هي الواطي. واطي هن الواطي. خلاص يا كلب خلاص، فوق انك حرامي كمان عم بترد على امك بوقاحه. لك والله العظيم والله العظيم لو ما تكون ابني لحطك بالسجن بايدي هدول. قوم نلعب من وشي ولك، قوم نلعب قبل ما ينلع. فعلا هون بدي صرف من المصاري ولا جاوب امك ولك كلب. ما بي غير 2000 دولار. شو؟ 2000 دولار؟ 2000 دولار؟ ولك يخرب بيتك، ولك يخرب بيتك شو حرامي، ولك انت اناني ودافع انت، ولك يا فضيحة قدام الجماعة، ولك هذا فوق ما عطونا كليتهم نقوم نسرقهم، ولك هذا بدل ما نضل ساكرين فضلهم طول عمرنا. ولك يعني شو عليك؟ يعني شو عليك؟ يعني شو؟ أبو سامي بدي انزل على الشام بأول طيارة. ماشي أمرك. الله يسود وشك، الله يسود وشك يا سامي مثل ما سود وشك. مرحبا أخي. علي وسهلين. والله أم جابر موجودة؟ جابر انتقلت من هالبيت. انتقلوا؟ طيب أخي إذا بتريد، أنا مسافرة من بلد لبلد لحتى أشوفها، ممكن تعطيني عنوانها؟ مين حضرتك؟ أنا انتصار رفيقتها لأم جابر وجاي خصوصي من أمريكا لحتى أشوفها. طب لحظة شوي، يمكن قبل ما ينتقلوا كتبوا لنا عنوانهم الجديد على شقفة ورقة، رح أتأكد وأرجع عليك. يا الله يخليك، لأني كتير مضطرة أني أشوفها. ثواني. وينك؟ انتصار على الباب. مين؟ اللي اخذت لك كليتك مو اسمها انتصار؟ بلا بلا اسمها انتصار، بس انتصار برات البلد. شكلها انقبرت رجعت. عم تسأل عن عنوانكم الجديد. اسمع، عندك حلين، يا اما بعطيها عنوانكم وانت بتتصرف معها، يا اما انا بتصرف وباخذ لك حقك. شو قلت؟ شلون يعني بدك تتصرف؟ هذا مو شغلك، قرر. والله ما بعرف يا معلم. لازم تعرف بسرعة، المرة واقفة على الباب. اسمع، انت ما رح تعرف تقرر، تعال هون لعندي بسرعة يلا. ماشي ماشي ماشي. خدني على البيت عبد الشام القديمة. شو أخي طمني؟ يا لطيف حظك شو حلو، اختي طلعت مأيدة رقمهم، دقت لها للمرأة وقالت لها هديك بعد نص ساعة بتكون عندنا هون. كتير منيح. أهلا وسهلا مدام، تفضلي. بس ما بدي أزعجكم. لا تفضلي ولو. يا عميد أهلا وسهلا، بس لا تواخذي ما منتقلين على البيت الجديد. تفضلي من هون تفضلي. لا جوا احسن، شو في؟ اهلا وسهلا. فوتي لحتى نشوف شو بدنا نساوي فيكي. ونعامل ترفسك ان شاء الله، صوتك ما بتسمعوا ليها. ليش انتو مين؟ لك عامل لك اخرسي احسن ما اقص لسانك. لك بس فهمني شو القصه؟ ولك اخرسي وليه؟ هذا اخر تنبيهة، قسما بالله بخرسك العمر كله. ليش
بما انه الله فتح عليك تعي لشوف. اقري لي كفي. اعطيني يا سام عشان اشتغل على اصولي. يا سام يا سام. يلا. عيني يا سام. يا سيدي انت حدا كثير حنون وعصبي بنفس الوقت. واحيانا تخوف. انا بخوف؟ الله يسامحك. قلنا لك احيانا. وفي صبية بحياتك حلوة كتير 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 وبتحبك قد الدنيا. شو بقى هالصبية؟ لازم تضلك تحبها لأنك سند وقوتها، ولازم تدير بالك عليها كتير منيح وما تزعلها أبدا. وشو كمان؟ مبين معي إنه هي تأخر كتير وصار لازم تروح. وأنا؟ أنت لازم تخليها تروح. يلا بيّر الفال. أحطي. ديري وشك ولا ديري وشك ولا حيواني؟ عم تتجسسي على اثنين بيحبوا بعضهم ما هيك؟ هفيت نفسك؟ يقطع عمرك حيواني حقيرة والله لألعن شرفك. بس ما بنطلعنا اسمي. بدي نقزي على مكروه وبريني. تعي لو تعي تعي. سلام. ديري بالك على حالك ها؟ ترسي الباب منيح وانت طالعة. ماشي باي. باي. كلها نص ساعة وبتبلش تسلايتي. قسما بالله العظيم لا ركبك على المرجوحة يا حلوة وزنزقك رايح راجع رايح راجع. حاكم أنا ما بيسخن دمي غير مع النسوان. لحتى ما تقولي إنه ما أكرمناكي، هي شلحنا قدامك وخليناكي تشوفي سينما لايف، بس هلا رح خليكي تمثلي تمثيل معي. خطي حاجتك فرجة. طيب أنا بس بدي سدي بوزك، ما بدي أسمع من تمك النجس ولا حرف. رح أخليكي تعرفي شو عاملة. ولك ولك هاي لهون. إنه فهمنا الفقير بيسرق مشان لقمة العيش. انتو ليش عم تسرقوا؟ هي في ضعرتكم ما بتشبعوا؟ بلا ضمير؟ ها؟ قول لرفيقك خليني احكي. بدي جاوبك ليش؟ معلش احكي. لأنه بعد شوي ما رح يصفى لك لسان لتحكي يا حرامية الكلاوي. جابر جابر انت بتعرف قديش انا بحبك. ولا كيلع شرفك احكي بلا مقدمات وليه؟ لسه بحبك ويا غالي والحكي بتملللي. احكي عصيرة من الاخر. جابر لك جابر والله مخصوصي جيت من امريكا من شانك والله من شانك. مخصوصي وعمومي وهالألباندا ما بدي اسمع. فوتي بالموضوع بلا مقدمات. لك والله هذا الموضوع الزبدة. بدي الزبدة. وقت اللي انت طلعت من المستشفى لك المستشفى حكي فاضي. ولك احكي وفوتي بالموضوع بلا ما اساوي جلدك مثل طبل النوارة. ولك هذا هو الموضوع. ولك شو بدك احكي؟ شو بدك؟ مستشفى له علاقة بالموضوع؟ ايه مظبوط. ابري على قلبك كملي. وقت اللي انت طلعت من المستشفى انا بايدي نزلت على البنك وحطيت المصاري. شو كمان؟ لا بس تذكير بسيط هاد لحتى لا تشطي ولا تمطي تفوتي بالموضوع قص. يلا نقبري كملي. لا لا قبل ما تكملي طمنيني كيفك لوتي؟ منيحة. أول مرة بسمع عن كلمة منيحة. صاحبة مو منيح خاينة. الحمد لله اللي خلصت منها. كنت بتمناها تطلع أصيلة وتعطر مشان تجي تدوري مثل الكلبة على كلوة جديدة لزوجك النس الحرامي. يا جابر بوس إيدك خليني فهمك. أنا ما عرفت باللي صار غير لما اتصلت بالست الوالدة. لك أنا لما شفتك على التلفزيون ربح نمرة لي نصيب طرت من الفرح وناديت لأبو سامي وقلت له تعال تعال شوف هذا الشاب الطيب يلي أعطاك كليته كيف الله أنعم عليه وربحه الجائزة. وفوراً اتصلت بأمك لحتى بارك لها.
بس فاجأتني باللي خبرتني اياه. تاري سامي هو اللي عامل هالقصة، والله بدون ما نعرف لا انا ولا ابو. انا اول ما عرفت فورا حجزت بالطيارة واجيت. انا ما بيهون علي ما تاخذ حقك، وما بيهون علي كمان انك تظن فينا العاطل. شو تمثيلية جديدة هي؟ شو اللي بيجبرني؟ انا بامريكا وما فيك تجيبني. انا رجعت لحالي. لك اجيت دقيت على باب بيتكم اكثر من 10 مرات وانا رايحه جايه رايحه جايه، ما حدا يفتح لي الباب. بعدين لو انا بدي انصب عليك شو بيجبرني اعمل هيك؟ قلي. حتى لو كان كلامك صحيح، في جريمه، جريمه ارتكبها ابنك بحقه لهذا البني ادم، وبدكم تدفعوا ثمنها وبصر معي. انا موافقه، والله موافقه، لا اي تعويض بلاقيه هو مناسب. ولك العيله انا حبيتها من كل قلبي، مستحيل أمل يشوفونا وسخين، لأنه والله نحن الضعف. شيلي لي الله على جنب بلا ما أشطك كف أصورك. صور هلأ التعويض اللي أنا بقول عليه بدكن تقبلوا فيه، لأنه جابر بيشتغل عندي وكلمتي هي اللي بدها تمشي، عم تفهمي؟ أمرك أمرك أنت وهو. لك أنا عائلة أم جابر مستحيل نضحي فيها، مستحيل. لك والله هدول بحسهم مثل أهلي. لك جابر والله بحسكم مثل أهلي. حاجة تبيعينا عواطف مشلخة وحاجة تبيضي علينا بحكي كبير يستر عرضك. لك انتو شو انتو؟ شو دينكو؟ لك واحدكم بس ينعص بصير أبرأ من الخروف، بتصير الملائكة تشرشر من تمه شرشرة، والطهارة تطلع من بنات أدني. بقى حاجة تطلعيلي بهالقصص الفراطة، جابر بده ياخد حقه. لك أنا اللي بدي ياخد حقه. كتير منيح، استنيني هون. لكان جابر انت اكيد صدقتني، مو انتصار اللي بتخون. سامي ضربوا ابوهانه مشانك، وانا ظليت كل الفتره الماضيه ما نمت الليل. اني بعرف الحسره اللي زرعت بقلبك، بس وحياتي اللي جمعنا لعوضك. انا مستعده اعمل اي شيء يخلي قلبك يبرد من ناحيتنا. الله يوفقك. سامحني سامحني وسامحه لسامي، لك اخوك الصغير وغلط. تحيلي اوعيكي فواني. شو ها؟ مثل ما سمعتي، بدي كليتك بدال كليته. انت قبلتي باللي بدي اياه، بدي كليتك اختي، بدنا بضاعتنا، مصاري ما عاد بدنا. يلا جابر بوس ايدك، انت اكيد واحد مجنون. مجنون اذا بخليكي تطلعي من هالبيت غير وكلوتك على كفي يا بنت الحرام. جابر بوس ايدك. بلا جابر بلا بطيخ. التعويض اللي بدي اياه كلوتك، وراح اخذها. ولا تخافي على روحك، النسبي بياخدوكي على المستشفى وبتعيشي. جابر يا ابو ريبال، ابوس ايدك. لا ابوس ايدك، لا يا ابو ريبال. وعلى كيفك ولا، وهذا القلب الطيب بدك تكبه وراك وتصير واحد جديد. بدي طالع كلي تلو الكون كله وقف في وشي. بعد لك يا ابو ريبال دخيلك، البلا بلا علاقة بتقلك. ولك لا علاقة، ما عرفت تربي هالخنزير ابنه، وأول ما طاب جوزة كبتك وكبت أهلك ولا سألت فيكن. لو كلفت نفسها تتصل تليفون واحد بس كانت انعرفت القصة من شهور. مصرة والله العظيم مصرة، بس والله ما لي علاقة. هذا الحكي ما بيخرط مشطي. يا هلأ بتجيبي ابنك لشله لسانه كليته، يا أما بدي دفعك إليك الثمن. يا أبو نبال الله يستر على عرضك، مو المشكلة مشكلتي، أنا ما بدي حلها بهالطريقة. قلت لك مو على كيفك، ولا تخلي الفشة تطلع براسك. ها بعد عن طريقي. بعد. شوف يا سيد، باين عليك معلم وبتعطي أوامر، يعني عامل قائد، بس مو جورية قائد مثلك يعمل كل اللفة والحوصة لينتصر على مرة. ليكني قدامك هي السكين اللي بإيدك، أعطيها لولد صغير بيعمل أكثر منك. ما إذا عم تنقح عليك رجوليتك لا تعمل معي شيء، التاريخ ما بيرحمك. تاريخ خبطة واحدة يا لطيف، ولك الله يلعن ابو تاريخك وتاريخ خطين النسة من امثالك. سمعت ابو الشباب؟ صارت عم تحكي بالتاريخ لحتى تعرف اني مالي غلطان لما بقول لك انه هالطين النسة ما بينفع معها غير السكين. لا بس طالما نطقتي بالتاريخ تكرم عينك، ما رح ازعلك. خلص رح اجيب لك مرة تشلك كليتك، وهيك بكون اعطيتك حقك وزياده. حق شو؟ نفذت لك طلبك، مو ابو نبال اللي شلع لك كليتك.
رح اجيب لك مرة تشلع لك اياها شلع. كيفني معك يا ابو البال؟ الله يخليك بترجاك. هدي بالك، ما بتنحل المقصص بهي الطريقه. الله بطل خروق، لا بطل خروق بقى، وقسما بالله كلمه ثانيه بحطك معها. خلص خلص مثل ما بدك. ماشي ماشي خلص. بعد هيك اركعي لي التاريخ، اركعي اقطع عضلك، اركعي بوشك على الحيط الابري. اركعي يا رندا، وين صرتي؟ يا محل ما صرتي لفي ورجعي لعندي، عاوزك ضروري. يلا ولي بلا العي فاضي، عم بستناكي. قلتي لي تاريخ. تمسكي هالسكين بتشقي لها خاصرتها وبتطلعي لي كلي على مهلك وانا بتكفل بالباقي. يلا نعم. ولا قلت لك اكل هوا وعليك ما بدي. بتشقي لها خاصرتها وبتطالعي الكلية وايدك ما بدي اياها ترجف. يلا امسكي السكين. بس ولك يلا العبري ولك. يا ابو نبا، تعالي هون انتي يا حيواني. فزي على حيلك ولي حيواني. ليكني عم قلل عقلي واعمل مثل ما بدك، بس كرمال كلمة التاريخ اللي قلتيها. بس وحياة اللي خلعك، مالك طالع من هون الا وانا وعامل اللي براسي، وهلا بتشوفي. وحك سمعني شو عندك هذا بحالك تقول. يا ابو نبال الله يستر على عرضك، ما بدنا نرتكب جريمة قتل دخيلك. حركي يا ابو نبال. يا ابو نبال يا ابو نبال بطل خرولة. إذا مالك حسنان تشوف هالشوفة وقلبك قطيع الإبل خليك هون وتطير. وإذا رجال وحابب تشوف حقك وراح يرجع لك خليك هون وتفرج. قلت لك يا ولد ما راح أرحمك لو بتكون أبي، عم تفهم؟ تعال هون. يلا استحي لها صرتها. مشان الله. ليش انتو بتعرفوا لأولا يا الله؟ لطلعب بعيونكم العمل سرقتوا ولهطوا وبلعتوا وما كنتوا تشبعوا وما ضل غير الله. بالأخير بتقلي لي التاريخ ما رح يرحمني إلي، لك أنا اللي ما رح أرحمك ولا رح أرحم أمثالك. جنس وسخ. شو صار معك وليه؟ يلا افتحي لها صرتك. يلا ارجعونا. ولك يلا زين ارجعونا. ولك يلا افتحي لها. خلصي ما تركت لي طريقة تانية يا معلم، ما رح أقبل تعمل شي بالمرة. شيل البطيخ من إيدك، واحد مثلك ما خرج يستعمله. الله يخليك الله يخليك يا معلم، تتركها لا تخليني أعمل شي أكبر مني. الله يخليك. ولك شيله من إيدك أحسن ما طعميك ياها. بشيله بس تتركها. مالي تركة. أنا مالي شايله. ولك جابر. مشان الله أبو نبال، مشاني تركها. مالي تركة، عم بحكي معك. هذا آخر قرار عندك؟ إيه هذا آخر قرار عندي. وشيل هالبطيخ من إيدك أحسن ما تطلع معي أكثر ما لا طالع معي الأفر مكفرد الجابرة. أبو نبال، أنا بعرف أنك عم تعمل هذا الشيء مشاني. أنا ما بدي هيك. أنا سامحت. أنا ما بسامح. وأنا بدك تخسرني ها؟ ولك مين أنت ولا حشرة لحتى أخسرك؟ يبلع الحديدة من إيدك. لو بيطلع بإيدك تكبس عسنان، ما كانت الناس ركبت عكتافك وساوتك ممسحة ولا. آسف معلم، بس ما كان عندي حل تاني.
اللي صار غصب عني معلم وما راح سامح حالي، بس كان لازم اعمل هيك حتى تطلع المرأة، حتى اثبت لك اني انا بحبك. انا راح اعاقب حالي بحالي. شرفي معي. مين انت؟ انا من امن شرفي معي وبدون اي صوت. سلاح بيت جابر. ايه وقوص عليه وقوص على حاله كمان. بعد ما طلعت جابر قوص على حاله. ليش؟ مشان يفهموا انه ما انه خاين وانه عمل هيك بس مشان يخلصها من بين ايديه. شو يا ناصر؟ سيدي انا باين لانه فرصه ذهبيه وجدنا على رجليها. امو هوني بقى لابس العزام؟ ايه. ما استبعدنا. سيدي خلينا ننطر شوي، رح يطلع وكيل وساعتها رح يكون مسكهم اسهل من اي شيء. سلام خلف فرجونا باي حركه. سيدي نحن مسكرين كل مداخل الحارة، يعني ولا سيارة رح تقدر تفوت لقدام البيت. أنا عملت جولة حوالين البيت، طلع البيت ما بيطل غير على هذا الكوح، يعني إذا اثنين متصوبين رح يطلعوا من الباب. طيب خلينا ننطر. خلوني روح. سكر الباب، سكر الباب ولا حرف. الله يخليك خليني روح، والله أنا ما لي علاقة بشي وحياة الله. خلاص خلاص ولا حرف. بس ما يكون بدون نقل على المستشفى. لا 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 ما بنروح على مستشفى، بدنا نحلها هون بمعيتك. وضعه هو اللي بيحدد الحياة. شرف لجوا شرف. تفضل. أنا ما بدي فوت لجوا. خليكي هون بجوز نعتازك. شرف دكتور. شرف. نعم شو؟ هلا هي وقعة هي. شلنا الرصاص وتخيطنا الجروح وعلى السكت. قوصوا بعض. شو انا عادة يعني بشتغل على السكت، بس يعني اذا في شيء سرقة او جريمة قتل او يعني بدكم تعذروني يا شباب. هلا بلا كتر حكي، انت عم تنقي ودمنا عم يصفى. لا تخاف ما في شيء من اللي ببالك. يلا بلش فيه وريحني من صوتك. طيب اقعدوا جنب بعض تفضل. لا داوي بالاول، انا بتحمل. مو قصه تتحمل، بدي اشوف مين اصابته اكبر. نفذ الاوامر تفضل لو سمحت. ماشي ما بدك. اشلحوا ثيابكم. قصدك البنطلون فوق الجراح؟ لا لا مو فوق كمان. شو جاب فوق؟ لا تحت لعد الجرح لك يا اخي. هلا انا الدكتور ولا انت؟ أنا بعرف حال شو عم بحكي، ضلوا بالداخل وبس، بدي أعمل عليكم كشف عام، تفضل لو سمحت. ماشي، مثل ما بدك. وين البنطلون؟
أي شلحنا لك؟ بلش شو قال؟ زنار صوف ما بحسب بلا ببرد. انتو مين فهموني؟ ولك خلصنا بقى حاجة لعي رح أقوم ابتلي فيك. ها شلح ما بشلحوا لهاد ما بشلحوا. لا بدك تشلحهم وعلى كيفك، يعني لو حضرتك دكتور ما كنت طلبتني لحتى عالجك، مع انه قلبي حاسسني انك رهابي، بس الشرف المهني بحتم علي اني عالجك، يلا نفس اللي عم بقول لك اياه خلينا نبلش معالجة. الحزام ما بشلحه. يا بني ادم انا بدي اعطيك برد مخدر، بخاف يضيق نفسك، ما بدي اي قطعة تياب تلبكني. وما بدي مخدر، خيطني بدون مخدر. شو على اساس عامل لي رجولية؟ يعني اذا في مخدر، ليش لحتى تتوجه؟ ولا مدمن وجع حضرتك؟ من الآخر ما رح اشلحه للحزام. طيب فهمني ليش؟ يا بني آدم ما بشلحه، هذا شقفة مني، مثل إيدي مثل رجلي ما بينشلح معي، فهم؟ يا أخي رفيقك هذا صار له ساعة عم بيعذبني أحكي معه. أنا بدي أعرف بلش شغل هيك بتلبك كثير، وإلا ما بلش، بدي أمن على حياتكم. يا أخي أمي ما اشلحه يا أخي، خيلة خلص. اشلحوا بقى خلص. لك اشلحوا اشلحوا، اعتبرني صبية وخلينا نشوف هالجسم المرمري بقى. خلص. خليهم يروحوا صرفوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو صاير يا عمي؟ الله يجيره. صوت رصاص من هون؟